انت يا ابني انت هنا بتاع الشيشه. تحت امرك يا باشا. ايه يا ابني بقالي ساعه عمال ادالك ما تسمعش؟ زود الولع. انا يا فندم. حط نار كتير ربنا يجعلك من اهلها. امسك. شكرا يا فندم. ايه يا عم انت زعلت ولا مسألوه؟ لا اصلا انا ما باخدش بقشيش. تاخدش بقشيش؟ امال شغال ليه لما ما بتاخدش بقشيش؟ ده مؤاخذه يا كباتن، عدم مؤاخذه، اصل اول يوم اشتغل النهارده. بقى وليد قوي. ابراهيم مد ايدك وخد البقشيش من باشا ما تكسفوش. انا باخد مرتب ما باخدش بقشيش من حد. اسف لك انا يا باشا، عندي انا دي. الواد ده ما ينزليش شيء تاني. ده شكله فقري. لو سمحت تتكلم كويس. ده هيعلمنا اتكلم ازاي؟ ده واد ايه ادب؟ انا مش قليل ادب. ومن فضلك تحترم نفسك بقى. احترم نفسي. لا مؤاخذه اضحكوا عليا انا، لا مؤاخذه لا مؤاخذه بيضحك عليا انا. تعالى ابراهيم، تعالى ابراهيم، تعالى يا مدحت. خلي بالك مع البهوات. خلاص ماشي. ايه يا ابني انت اتجننت ولا ايه؟ ده مكان اكل عيشنا كلنا، ده انت اول يوم. لو عايز تمشي اتكل على الله، بس ما تقطعش عيشنا معاك. انت عارف انا ما بحبش حد يبقش عليا. البقشيش ده لينا كلنا. ايه في ايه؟ سايبين الشغل وفي تتكلموا مع بعض؟ زمان بتشتكي منه مستر وليد. تشتكي منه في ايه؟ بيتقلط عليهم. تعالى معايا ابراهيم. حماده قوم يا حبيبي. قوم يا اخويا، قوم. الساعه بقت 6:30. يا ابني اعمل معروف، مش عايزين مشاكل كل يوم. انت مش عندك شغل يا ماما؟ الشغل الساعه 9. ايه اللي يصحيك 6:30؟ اصحى بس عشان تروح شغلك وانت فايق. يلا يا حماده عشان نجري قبل الفطار. نجري؟ نجري ليه؟ هتضمن المنتخب؟ من غير لطافه، الجري الصبح ده كويس قوي، بيحرك عضلاتك، بيجهز معدتك للاكل وبيحرق السكر، يعني انت لو جريت كل يوم هنبطل ناخد الادويه خالص. يلا. حمادة وقفت ليه؟ مش قادر، تعبت وديني ما انا جري. ها اللهم صلي على النبي. شوف الدمويه جريت في وشك ازاي يا حمادة. دمويه؟ اسم الله يا حبيبي. ده عضلات جسمي كلها بتوجعني يا ماما، انا مش قادر امشي على رجلي. معلش الرياضه في الاول صعبه، بعد كده عضلاتك هتفك. بعد كده؟ هو في بعد كده؟ في ألمانيا في يوم الشعب الألماني بيمشوا فيه ويجروا فيه، يبقى يوم رياضي. ده عشان ناس فاضية ما وراهمش حاجة. أنا راجل عندي شغل، أروح الشغل إزاي وأنا متكسر كده؟ في ألمانيا ناس فاضية. طب يلا أفطر. أفطر إيه؟ بعد الجري اللي جريته ده أفطر جبنة وسلطة خضراء؟ ما هو إحنا مش بعد ما حرقنا شوية السكر هنبوظ اللي عملناه. ماما انا هفطر في الشغل، هفطر اللي انا عايزه. انت حر. صباح الخير. صباح الخير يا فتح بيه. احمد ابي لسه ما وصلش؟ لا يا باشا، ده وصل من الساعه 7:30. 7:30 الصبح؟ معقوله؟ دي حاجه جميله جدا، انا ما كنتش متخيل ان الراجل ده ملتزم للدرجه دي. امال هو فين دلوقتي؟ قاعد في مكتب سعادتك يا باشا. مكتبي انا؟ حمادة بيه؟ حمادة بيه؟ أستاذ حمادة؟ أستاذ حمادة؟ سوري أنا، معلش الظاهر نمت وأنا قاعد. أنت ما نمتش كويس امبارح ولا إيه؟ لا والله نمت كويس. يبقى تشرب القهوة بتاعتك بقى، لكن النهاردة أنا عايزك تبقى فايق قوي. قهوة زيادة لو سمحت. اتفضل. قهوة زيادة لحمادة بيه. إنما إيه اللي جابك بدري النهاردة؟ قلقت بدري، خفت أنام تاني لحسن تروح عليا نومة. حتى والله نزلت من غير ما أفطر. معقولة ما فطرتش لغاية دلوقتي؟ خلاص يا عم نفطر سوا قبل ما تروح مصنع العاشر.
اجي القهوه بتاعت حماده بيه عشان هنفطر سوا. وانا هروح العشر النهارده؟ اصل في منتج جديد عايزك تبص عليه، ومعاك عربيه الشركه بالسواق. مكيفه؟ اه طبعا، احنا نقدر نوديك بعربيه ما فيهاش تكييف. ها هتفطر ايه؟ سندوتش حلاوه بالقشطه. طبعا احنا كلنا سعداء والفرحه مش سيعانه بعد شفاء الحاج خليل. الحمد لله رجع مكتبه ونور شركته. واسمحوا لي اقول لكم حاجه بالذات للشباب الصغيرين اللي متعينين جديد في الشركه. الحاج خليل بالنسبه لي مش رئيس مجلس اداره الشركه وصاحبها وبس، العشرة اللي بيني وبينه نص عمري كله. الحاج خليل رجل عصامي بنى نفسه بنفسه، بدأ عامل في مجموعة شركات عزه، وبجده واجتهاده قدر يوصل لأنه يكون صاحب أكبر شركة في مصر كلها. الحاج خليل هو نموذج محترم، لو كل واحد فيكم اشتغل بضمير وذمة زيه هيحقق اللي حققه الحاج خليل، وهيوصل للمكانة اللي هو وصل لها. النهاردة أنا بقدم له الدرع ده تعبيراً لتقديرنا واحترامنا ليه. ده يا ابني دي قهوة، دي فين الوش؟ دي صيصة. اتفضل شيل شيل وغيرها لي بسرعة. تحت أمرك يا فندم. ثانية واحدة يا فندم، قهوة تانية تكون عند حضرتك. أهلا يا سباعي بيه، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا سباعي بيه، أهلا وسهلا. أنا رحت في النوم امبارح، جو شرم ده أصله جو راحة ونوم. نوم إيه بس يا سباعي بيه؟ ما إحنا في شرم أهو بس شغالين برضه. وعملت إيه؟ انا عملت تصور كامل للجورنال، وعملت له فيزيبيليتي ستادي يعني دراسه كامله للجدوى، وان شاء الله يبدا يحقق ارباح من السنه الثانيه على طول. هنسميه اخبار شرم. انت عارف ان شرم بات مسرح مهم جدا للاحداث الفنيه والسياسيه، والزوار اللي بيجوا شرم كل سنه بيعدوا بالملايين. عشان كده هنعمل طابعه ثانيه باللغه الانجليزيه جنب اللغه العربيه. كتير من السواح اللي بيحبوا مصر هيسعدهم جدا انهم يشوفوا اخبارهم في جورنان يحتفظوا بيه للذكرى. وجورنان طبعا هيتوزع مجانا مع بقيه الجرايد العاديه في الاوتيلات والموتيلات وخلافه. ما تفكرش ان دي عمليه سهله، ده اخذت مني مجهود الله اعلم قد ايه. يعني المساحه حطيت فيها كل خبرتي. يعني في افكار جديده؟ طبعا طبعا. اهدى يا ابني، اهدى يا ابني، اهدى يا ابني، الله يخرب بيتكم. انت ايه؟ انت اعمى يا اخي؟ بيجيبوكم منين يا اخي؟ اهدى. طبعا عشان كده السياحة بتتضرب هنا. أنا آسف يا فندم. آسف إيه؟ وبتاع إيه؟ بوظت لي الدنيا كلها. مفيش مدير هنا؟ فين المدير؟ أنت اسمك إيه يا ابني؟ إبراهيم يا فندم. إبراهيم إيه؟ وريني كده. إبراهيم عزو؟ أنت تقرب لعيلة عزو؟ أنت أبوك مين يا ابني؟ حمادة عزو يا فندم. أنت ابن حمادة عزو؟ معقولة؟ وإيه اللي شغلك هنا؟ نصيبي بقى يا فندم. نصيب إيه؟ ده أبوك أنقذك من إيديا. ده أنا كنت هتسبب في طردك النهاردة لولا أن أبوك صاحبي. أنت خريج إيه يا إبراهيم؟ سياسة واقتصاد. وشغال هنا إزاي؟ ده أبوك ممكن يوديك في أحسن حتة، ممكن يشغلك في وزارة الخارجية. نصيب بقى يا فندم، بني آدم لازم يعتمد على نفسه. بس برافو عليك يا إبراهيم، الظاهر إنك مش طالع لبابا، أنت ولد بتاع شغل. خد الكارت بتاعه. أنا هلال ناصف، رئيس تحرير جريدة أخبار الدنيا سابقا، وحاليا بعمل جورنان هنا في شرم، يمكن يكون لك نصيب تشتغل معانا فيه. يا حماده بيه اصحى بقى احسن، قربنا على العاشر. انت بتصحيني ليه يا ابني؟
احنا وصلنا المصنع؟ لسه يا باشا، بس خلاص داخلين على المصنع اهو. هي الساعة كام؟ الساعة 4 سعادتك. يا ده اليوم انه مش عايز يخلص، العربية قاعدة تشيل وتهبط فيا. اهو سعادتك داخلين على المصنع يا باشا اهو. طب يا ابني كنت سبتنا نمل شوية، ولا هنقيها منك ولا من نوال؟ نوال مين يا حمادة بيه؟ انت مالك؟ بص قدامك يا صاحبني. حط الحاجات دي هنا يا ابني. ده اسمه لعب عيال، ده تروح تبعه هناك في المسكي. انت بتقول ايه يا استاذ حمادة؟ ايه اللي مش عاجبك في الشغل؟ طول ما فكرنا واقف عند الشخاليل والعرايس البلاستيك اللي بتغمض وتفتح، عمرنا ما هنعمل حاجه عدله. يا استاذ حماده احنا بنشتغل على مطرون، مش بنعمل حاجه من دماغنا. ما انا عارف انكم ما بتعملوش حاجه من دماغكم، امال انا هنا ليه؟ وقف لي الكلام الفاضي ده. انا ما اقدرش اخد قرار زي ده. انا اللي بقول لك يوقف الشغل ده. لازم فتحي بيه هو اللي ياخد القرار، لا انا ولا انت. طول ما انا بشتغل هنا ما فيش حد له قرار غير انا. انا متفق مع فتحي بيه على كده. عايزين تعملوا اللي في دماغكم، انتوا حرين، يبقى انا ماليش لازمه. فين السواق اللي جابني؟ الو، ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. لا ده انا بشتغل. والله انت هتودينا في داهيه، حد يقعد في المعمل لحد الساعه 7؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نشتغل بهدوء عشان ما نلفتش النظر؟ يا دكتور انت عامله زي ما تكوني بتقولي يا جماعه الحقوني انا بعمل قنبله ذريه. لا انا عندي شويه حاجات لازم اخلصها عشان ابقى قطعت شوط كبير. الظاهر ان حاسس انه خلاص مفيش حاجه، هما لا حد بيجي ولا حد بيسال حتى، هما كان عندهم شويه شك وخلاص راح. بقى تبقي قاعده في معمل الليزر لحد دلوقتي ومش عايز حد يشك؟ قومي يا دكتوره، قومي روحي اتعشي مع العيال. خلاص يا دكتور، انا قدامي 10 دقايق وماشي على طول. ايوه ادخل. في ايه تسوق؟ في واحد عايز يقابل حضرتك. ما قالكش اسمه ايه؟ اسمه الدكتور عماد. وقلت له اني هنا؟ ايوه يا دكتوره، حضرتك ما قلتيش انك مش عايزه تقابلي حد. قول اني روحت. تبقي لسه زعلانه مني يا دكتوره. دكتور عماد اهلا وسهلا. تبقي مش عايزه تقابليني ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا طول اليوم بشتغل ومرهقه جدا، ودماغي مش فايقه اني اقابل حد من غير ما اتسابق. حتى لو كان الحد ده عاوز لك الخير. احنا انتهينا من الموضوع ده خلاص يا دكتور. سيبنا شويه يا ابني، انا مش هاخد من وقت حضرتك اكتر من 5 دقايق. روح يا تسوق انت دلوقتي. اتفضل يا دكتور. زمان يا دكتوره كان اللي بيتجاوز حدوده بيقولوا له انت عديت الخط الاحمر، لكن اليومين دول وفي مطلع القرن 21 اللي بيتجاوز حدوده وبيعدي الخط الأحمر بيبقى مفيهوش مشكلة. عارفة ليه؟ علشان حضرتك دلوقتي بتلعبي بالنووي، والحكاية دي مفيهاش هزار. أي لعب في هذه المنطقة أو أي تجاوز بيؤثر على توازن القوى الدولية، وانت عارفة مصير علماء كتير كان إيه لما حاولوا إن هم يتجاوزوا حدودهم ويعدوا الخط الأحمر. أنا ما بقتش أتهز من الكلام ده يا دكتور، وأنا قلت اللي عندي خلاص. لا بالمناسبة يا دكتورة، حضرتك عارفة الحكاية بتاعت عباس بن فرناس لما حاول إن هو يطير ويركب لنفسه جناحات، عارفة حصل له إيه؟ أول ما قرب من الشمس الجناحات دي وقعت، وهو وقع على جدور رقبته. وده بقى درس واضح لكل عالم يحاول إن هو يتجاوز حدوده ويعدي الخط الأحمر. انت بتقولي الكلام ده تاني ليه يا دكتور؟ 100 مرة قلت لك ان اللي في دماغكو ده مش موجود. تحب اقولها لك بالالماني؟ واضح انك نسيت العربي. ما نسيتش العربي، انا بفهم عربي كويس جدا جدا جدا، لكن انا عايز اسألهولك دلوقتي. انت هنا في معمل الليزر بتعملي ايه؟
وإيه علاقة وجودك بالبحث بتاعك؟ مش من حقك تسألني يا دكتور. إزاي تقولي كده يا دكتورة؟ ده من حقي. إزاي بقى؟ أنا ما قلتلكيش، أنا اشتغلت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قطاع الضامنات والتفتيش سيف جاردز، ومن حق هذه الوكالة إنها تفتش على النشاط النووي في أي دولة وتشوف إذا كان نشاط سلمي أو غير سلمي. أنا جاي مصر بقى اليومين دول ضمن فريق تفتيش كبير قوي، ولسه ما رفعتش تقرير للوكالة، فلو لقيت إن النشاط اللي موجود هنا في مصر نشاط غير سلمي، من حقي إن أنا أجي أفتش هنا في المعمل عندك، وأنا لسه ما رفعتش تقريري للوكالة لحد دلوقتي، لأن بحاول إن أنا أوصل لحل بيني وبينك، لأن ما وصلناش لحل هتحط البلد كلها في أزمة هي في غنى عنها. أنت عايز إيه يا دكتور عماد بالظبط؟ عاوز السديل اللي عندك. وما تنسيش يا دكتورة إن النتائج اللي وصل لها الدكتور مختار الله يرحمه صرف عليها المعهد، يعني اللي أنت عملتيه ده يعتبر سرقة. هو أنت بتشتغل فين يا دكتور؟ في الوكالة ولا في المعهد؟ كلهم حلقة واحدة يا دكتورة. تفتكر الدكتور مختار الله يرحمه خد تمن عرقه ومجهوده وشقاه طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ ما أنا قلت لك يا دكتورة الناس ما عندهمش مانع يقدروا ده ماديا. اسمع يا دكتور، بدل ما الحوار وصل بينا للدرجات دي يبقى أنا هقول لك على كل حاجة. الدكتور مختار اتقتل، وانت عارف كويس قوي انه اتقتل، وانا ما عنديش سي دي، والحاجات التخاريف اللي في دماغكو دي كلها ملهاش اي جانب من الحقيقه. بس المعلوماتك بقى انا لو عندي سي دي فعلا مش هسلمه. انت كده كانك بتنتحري. الاعمار بيد الله يا دكتور. حقيقي انا كان نفسي اقولها لك بالالماني بس ما اعرفش ترجمتها. سلام. الساعة بقت 8:30. يعني ايه ده؟ انا من الصبح ما اكلتش غير سندوتش حلاوة يا ماما، انا ميت من الجوع. استنى يا حبيبي، هي مكلماني من السكة زمانها على الباب دلوقتي. انا مش بيت ده، ده سكنة عسكرية وشلاق. يعني ايه تقفل على الاكل؟ يعني ايه تلاجة بمفتاح؟ افهمها دي؟ اصبر يا حبيبي، الوقت كلنا نتعشى مع بعض. مساء النور يا حبيبتي. اهلا وسهلا. معلش يا ماما انا اتاخرت عليكم وجوعتكم. بتهيألي بقى الانسان اللي عامل نفسه ملتزم وبينصح الناس كلها بالالتزام على الاقل يبقى هو ملتزم في مواعيده. انت قلت لنا العشاء الساعه 8، ده 8:30 اهو ما تعشيناش. انا اسفه يا حماده، العشاء هيكون جاهز حالا. ما كانش لازم تكسفها ابدا كده يا حماده، دي شكلها كده زي ما يكون في حاجه مضايقاها. مضايقاها؟ في حد في الدنيا يقدر يضايق دي؟ دي تنكد على الام العربيه. مش هتاخد دواء السكر قبل الاكل؟ دواء السكر على ايه يا ماما؟ اخد دواء السكر على ايه؟ انا داخل بطن حاجه من صباحيه ربنا عشان اخد دواء سكر؟ العشاء جاهز. ايه ده؟ هو ده العشاء؟ زبادي منزوع الدسم وبسكوت مملح وشاي اخضر؟ احنا نهزر؟ ده العشاء اللي الدكتور كاتبه لك ولازم تمشي عليه. انا خفيت خلاص، انا سايب المستشفى من زمن، انا عايز اكل اكل. العشاء هو الوجبه الوحيده اللي انا بحب اكل فيها. اخطر حاجه على الانسان ان ياكل اكل تقيل وينام. انا بعمل لمصلحتك. انا عيل صغير، انا عارف مصلحتي كويس. على اخر الزمن هتعرفني مصلحتي. وديني ملو اكل يا حبيبي. ما تعملوش حسابي معاكم في اكل بعد كده. حماده، حماده يا شيخه تعالى. ايه الذل ده؟ ده عيشه تسد النفس. معلش يا نوال، معلش يا بنتي، انت عارفه حماده يبعبع كده، انما والنبي قلبه ابيض، اصله ما اكلش من الصبح
وانت عارفه السكر بقى بيخلي الجعان متعصب. حماده يا ريت تيجي على حماده يا ماما. مصيبه اللي انا فيها عماله تكبر مش عارفه اعمل ايه. هم رجعوا يهددوكي تاني وبقى تهديد رسمي وش الوش كده. اللي اسمه عماد ده رجع يجيلك؟ ايوه. هو مش كان سافر المانيا؟ سافر المانيا عشان يترقى ويجي يحقق معايا رسمي. وبعدين يا نوال وبعدين في الغلب ده وبعدين يا بنتي انت مش خايفه على نفسك؟ خايفه على السي دي يا ماما. السي دي اللي معاكي ده في عمر المرحوم جوزي عمري انا كمان. ما تخافيش ربنا مش هيغزلك ابدا. انا عايزاكي تريحي جتتك كده وتنامي وما تشيليش هم. ربك هو المدبر. هشيل لقيت فلوس معاك كده انزل اتعشى بره. النبي يا حبيبي ما معايا ولا مليم. انا كنت ناويه انزل الصبح ابيع الويشه والحلق عشان ادي نوال فلوس. احنا كده تقلنا عليها قوي. والنبي نوال ايه دلوقتي؟ بقول لك ميت من الجوع تقولي لي نوال. انا اعمل ايه بس حماده؟ اجيب لك اكل منين؟ يعني معقوله البيت الطويل العريض ده ما فيهوش لقمه تتاكل؟ طب اسمع انا هعمل لك حاجه تاكلها بس ايه انزل معايا بشويش خالص احسن نوال تصحى. يلا على بالك. على اخر الزمن نازلين نتزحف على طراطيف صوابعنا زي الحراميه. النبي تسكت يا حماده بقى. ما احناش ناقصين مشاكل. راجعه من بره قرفانه وشايله هموم الدنيا على دماغها. مفيش حد ولا غير عيش. حط الخزير فين الست دي؟ مش متزعقش كده اهو الحمد لله. لقيت ايه؟ الدقيق. هاكل دقيق يا نونا. يا ابني هعمل لك سد الحنك. بقول لك جعان يا ماما جعان جعان عايز مكرونه. سد الحنك ده هو اللي هيلكمك ويشبعك ويخليك تعرف تنام. هات بقى تعمل تشوف السم فين. اهو السم. ايوه 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 والسكر اهو هاته يا حماده شايلاه في اخر الدنيا عشان ما حدش يشوف. يلا استنى شوف لي الطاسه بقى. على مهلك هات معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. هات السمن هات السمن. مش وش يا حبيبي مش وش. لا تصحى. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربتي كمان مطرح ما يسري يمر يا رب. هات يا حبيبي هات. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا عليها على طول. معلقه بس ما كترش عشان يبقى له حق. ايوه يلا يا حبيبي اخص علينا. بس 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 على مهلك. ريحتها حلوه قوي يا ماما. على يا حبيبي سخن يا اخويا سخن لسه ما استويتش يا حماده. يا سلام عليك. انتوا بتعملوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في بنام سد حنك هنعمل ايه؟ اصل يا اختي السكر لقيت عنده نزل شويه قلت لا اعمل له حاجه مسكره عشان ما يميل. سد الحنك يا ماما معقوله يعني؟ ده لو جت حته من دي تجي له غيبوبه السكر ويروح فيها. وانت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ دي وسمن وسكر وانت ازاي تسمح لنفسك تصحيها في نص الليل عشان تعمل لك سد الحنك؟ اذا كنت مش خايف على روحك انت حر. انما احنا مش مستعدين ندور عليك في المستشفيات. لا انا فاضيه ولا حد فضيله. انت الشر علي يا اختي ان شاء الله اللي يكرهوه.
خد يا حبيبي. ربنا يخليك يا نونة. أول ما أقبض من الشركة هجيب لك أحسن منها. باشا متأكد إن مفيش حد جاي؟ شكرا. الضايق أهلي. لا طبعا ما توقفوش الانتاج. حمادة بيه هو اللي قال كده؟ معقولة من أول يوم ينزل فيه الشغل؟ أول ما يشطح ينطح؟ والله يا سعادة البيه أنا كنت ماسك نفسي بالعافية يا فتحي بيه، كنت عامل اعتبار إنه جاي من طرف سعادتك. بقى سعادتك صاحب المصنع، عمرك ما كلمتني بالطريقة ديت. طيب طيب خلاص سيبني أنا أتصرف. ايوه منال، استاذ حماده وصل؟ لسه ما وصلش برضو؟ 7:12 يا فتحي بيه، انا عايز اقول لسعادتك بدون اي ضغوط، انا دلوقتي بقالي معاك اكتر من 20 سنة، اذا كنت مصر على ان حماده ده يبقى مستشار فني ويشرف على المصنع انا هستقيل. اطلب لي حماده عزه على الموبايل. وبقيك يا سيدي المستشار الفني لمصانع فتحي سلام، بس بعد ايه؟ بعد ما بسوا رجلي عشان اوافق. دلوقتي ما قدروش يتحركوا خطوه من ايه؟ امبارح سليمان بيه كنت في مصنع من المصانع دي، مسكت المدير بهدلته. ما بيعرفوش مناصب على الفاضي. ما عرفوش يشتغلوا بالخير. طب ما تقطع عليهم يا عم. سيبك منهم دلوقتي، انا مش فايق لهم. تاكل ايس كريم؟ اه مرسي واحد، مانجا واحد، مستيكه. استاذ حماده كمان شوكولاته. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. ازاي هبه العروسه؟ الحمد لله كويسه. تمام. صديقتي لسه برضه مطمنه على عرايس زي زمان؟ طبعا، بس انت من يوم ما قفلت المحل وانا لايصه. معاش اللي يخليكي لايصه. أنا دلوقتي المستشار الفني لأكبر مصانع لعب أطفال في الشرق الأوسط كله. أنا ما عنديش كروت دلوقتي، بس أنا هكتب لك العنوان. أي وقت حبيت تجيلي أهلاً وسهلاً. هفرجك على شوية عرايس يجننوا. اتفضل يا حمادة. اتفضل يا هبة. ميرسي، أنا عاملة دايت. دايت؟ إيش أنت فيكي حاجة مش دايت؟ ده أنت كده مظبطة كمان، ما تبوظيش الدنيا يا ميرسي أوي. سليمان بيه صديقي. قصدي صديق الولد. لا نسى هبة، دي أحسن زبون عندي في المحل. أهلا وسهلا هبة هاني. أهلا وسهلا. مش هنعرف نقعد مع بعض بقى. طب ما ترد عليهم، يمكن مزنوقين فيك. أيوه أيوه اديهولي. أيوه فتحي بيه. أنا ما ينفعنيش الشغل ده يا أستاذ حمادة. أولاً إحنا اتفقنا إن إحنا نلتزم بمواعيد العمل. والساعة عدت 12 دلوقتي، وسعادتك لغاية دلوقتي لسه ما جتش الشركة، وده ما ينفعش يا أستاذ حمادة، ما ينفعش. وبعدين إيه اللي أنت عملته ده في مصنع العاشر؟ مش معنى إن أنا أديتك الثقة إنك تسيء استغلالها. يا سيدي سيبني أخلص كلامي من فضلك. أستاذ حمادة، الظاهر إن إحنا مش هينفع نشتغل مع بعض تاني. اعتبر الاتفاق اللي بيننا وبين بعض كأن لم يكن. مع السلامة. اسمع فتحي بيه، الظاهر ان احنا مش هينفع نشتغل مع بعض. اعتبر اتفاقنا كأن لم يكن. مع السلامة. ايه اللي انت عملته ده؟ انا همش حد يتدخل في شغلي حتى لو كان صاحب الشركة. هي تقول تسيب الشغل في لحظة؟ انا اسفة قوي، الظاهر ان انا ادمي وحش عليكم. اطلاقا. أنا شخصياً ما كنتش مقتنع بالوظيفة دي. إيه مستشار وإيه فني؟ أنا أكبر من المسائل دي. ثم دي شركة كحيانة. أقل من مستواي بكتير. كحيانة؟ أنت مش لسه قايل دلوقتي بعظمة لسانك إن دي أكبر شركة في الشرق الأوسط؟ أنا قصدي كنت هخليها أكبر شركة في الشرق الأوسط، بس هم حظهم وحش بقى. أهلاً يا هبة. أنا خايفة يكون جرى له حاجة يا جدو، أنا بكلمه على الموبايل بقالي كام يوم ما بيردش.
ده انا حتى طلبت منه بضاعه بعتها لي مع واحد وما جاش هو بنفسه ياخد الحساب. اللي يكون عيان ده قاعد لوحده. انت ما تعرفيش عنوانه ولا ساكن فين؟ لا ما اعرفش، بس بابا عارف. خلاص كلمي ابوكي اعرفي عنوانه وانا اروح اسال عليه. الو، ايوه يا حماده، ازيك؟ انا بس كنت عايز اعرف منك عنوان شادي الجديد. لا لا لا، اصل هو بس مختفي كده بقاله كام يوم، فقلنا يعني نطمن عليه. لا لا مش انا اللي هروح له، جده هيروح يسال عليه. فين؟ لا عارفاه. طيب خلاص اوكي، ميرسي ميرسي يا بابا، باي باي. خلاص عرفت العنوان؟ ايوه يا جده، ورحاله دلوقتي. رحاله؟ عاوزه تروحي لوحدك في شقة واحد عازب؟ لا يا جدو، ما انت هتيجي معايا مش كده ولا ايه؟ يا جدو ده عيان. عشان خاطري والنبي والنبي. خلاص استني لما اروح اجيب مفاتيح العربية. داليا ازيك يا عمر بيها؟ ازيك يا شادي؟ اتفضل. طب الحمد لله، طمنا انك عايش ما متش اهو. يلا يا جدو. لا استني داليا، عيب كده، خش. اتفضلوا اتفضلوا. كلمتك 100 مرة على الموبايل، ما بتردش ليه؟ كنت تعبان شوية. ولما أنت تعبان ما قلتش ليه؟ ومال شكلك عامل كده ليه؟ ده أنك طويلة وشعرك منكوش زي أول مرة قابلتك فيها. الظاهر إن هي دي حياتي يا داليا. إيه اللي حصل يا شادي؟ مفيش يا منير بيه، بس الواحد بيحب يراجع نفسه. يعني الواحد لما يقعد يفكر لوحده ممكن يوصل لنتائج عقلة شوية. نتائج عقلة. وإيه بقى هي النتائج العقلة اللي انت وصلت لها يا فنان؟ أنا يشرفني طبعاً إن منير بيه يزورني هنا بنفسه، وإن حمادة بيوافق عليا، إنما الظاهر إن ده لوحده مش كفاية. اسمع يا ابن انت، أنا مش ناقصة ألغاز، ما تتكلم دغري كده وتقول في إيه؟ أنت رجعت في كلامك؟ أنا عارف شادي رجع في كلامه ليه دلوقتي، بس فهمت ما كانش بيرد عليكي في التليفون ليه. يعني حضرتك عارف، والبي واضح جدا إنه عارف، أنا بقى الوحيدة اللي معرفش في القعدة دي؟ حسام جالك يا شادي؟ أيوة. حسام؟ هو سألني عن عنوان بيتك، قلت له معرفوش، بس أكيد هو جابه بطريقته الخاصة. النقيب حسام جالك بقى، وقال لك ايه بقى النقيب حسام؟ خوفك ولا هددك؟ لا يا داليا، حسام بيكلمني عن الواقع اللي انا عايش فيه. عيلة عزه ما ينفعش تناسب واحد في ظروفي. ما انت ظروفك زي الفل، بتبيع اللوحة بقد كده وشغال كويس جدا، ولا ايه يا جدو؟ والله انا قلت الكلام ده، بس مش عارف ليه فوزية وحسام خدوا الموقف ده. انا بقى عارفة يا جدو، عشان حسام معقد، زي ما اترفض من سيادة اللواء بيمارس الرفض ده مع شادي. اسمع بقى يا شادي، اللي بيحب بيبقى قد الحب ده وبيقف قدامه الدنيا كلها علشانه. وعايز اقولك حاجة، حسام مش ولي امري، انا ليا اب على وش الدنيا اسمه حمادة عزه، افتكر انك تعرفه كويس قوي. يلا يا جدو. وحاجة صغيرة، لما ابقى اكلمك ابقى رد عليا، انا تليفوني مش متراقب. ولا انت طلعت من اللي بيخافوا؟ سلام يا شادي. مع السلامه يا منير بيه. ما تضايقش ولا حاجه. شوف ابراهيم، في حكمه لازم تعرفها كويس قوي، عشان الحكمه دي هتنفعك في حياتك. الحكمة دي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. لازم تحب شغلك هنا، ما ينفعش تشتغل وانت ناقم على وضعك وشغلك هنا. لو ابتديت طريقك كده من الاول عمرك في حياتك ما هتوصل لاي حاجه في النهايه. انا بس عملت ايه يا سياده المدير عشان ده كله؟ انت كتير الشكوى يا ابراهيم وزمايلك بيشتكوا منك. ما انا بصراحه يا فندم مش مرتاح في شغلانه الجرسون دي. عموما تحت امر حضرتك، اللي تشوفه هعمله. خلاص يا ابراهيم، أنا هنقلك الروم سيرفيس، تتعامل مع زباين الأوتيل في الغرف. أتمنى بقى المرة دي تبقى كويسة. طمن يا فندم.
عشاك في المطبخ متغطي. مش عايز اتعشى. كنت فين يا حمادة؟ الساعة بقت 12 بالليل. يعني هكون فين يا ماما؟ في الشغل؟ هكون بلعب يعني؟ شغل ايه؟ ما احنا عرفنا اللي حصل. سليمان بيه اتصل بينا وقال لنا كل حاجة. بقى تهزق الراجل صاحب المصنع وتسيب الشغل. حد برضو يعمل كده يا حمادة؟ استهتار يا ماما، هو همه حاجة؟ ده صاحي من نوم الظهر، شغل ايه بقى؟ ليهم حق يرفدوه. انا ما حدش رفدني، انا اللي استقلت. ناس ما بيفهموش يا ماما، اشتغل معاهم. ده انت ما كملتش يا راجل يوم واحد في الشغل، يوم واحد بس. والله انا عارف انا بعمل ايه كويس، ما حدش له كلام عليا. انت مش هتربيني. يعني تصبحوا على خير. الله، مش هتتعشى يا حمادة؟ لا يا ماما، هنام من غير عشاء. يا حمادة. يا ماما، عشاء ايه؟ ده رجع الساعة 12 بالليل، دي يروح أي حتة رمرم فيها، وده بيعتق. العمل ايه دلوقتي يا نوال؟ هنسيب حمادة قاعد في وسطنا كده، لا شغلة ولا مشغلة؟ اصبر يا ماما، أنا اللي هشغله، وهبطله الاستهتار اللي هو فيه ده. قوم ودي الحاجات دي سويت 217. حاضر يا شيخ. ايوه روم سيرفيس.